احذر تخاوي الكردي لان الردي يبقى ردي يخون عجرة صاحبه ولا يحس بحسابها يشب ناره بالفتن واللي انطفت قالوا قدي يزيدها برمي الحطب والنار وشبابها يفرح لي صار الخصام واللي انطلق قام يحدي هالكذب طبعه بالكلام عند العرب كذابها مهما عطيته من وفاء واخلصت له يا مسندي لا بدي يوم بتنصدم بفعلته لا جابها لذا تجنب وابتعد عن خوته يا لجودي راعى العلوم الناكسة بين العرب يسعى بها كان كتابي قولت نعم ندمك بدال للجدي ارفع مقامك وتزي بليت حجم اصحابها.